بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن حبات البرد العملاقة. في هذه الصورة مثل ما نلاحظ نرى حبة برد نزلت من السماء فأحدثت حفر بطول 15 سنتيمتر. هذه الحبة لو نزلت على رأس إنسان كفيلة بقتله فورا، ولكن من رحمة الله تعالى أنه يجعل نزول هذا الحبات العملاقة في أماكن لا وجود للناس فيها. هل نشكر الله القائل وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنة برقة يذهب بالأبصار، سورة النور آية 43. هذه الآية تدل على أن الله يصرف أماكن البرد. صراحة ما نقول له سبحان الله والله أعلم.